إطار تطوير شرطة الخيالة قامت المديرية العامة للأمن الوطني بتجهيز هذا القسم بكل البنيات التحتية وكل المنشآت الضرورية من أجل تطوير هذا القطاع. أخص بذلك يعني منشآت وبنيات تحتية كالحلبة الكبيرة، الحلبة التي تفوق مساحتها 7000 متر مربع والمجهزة بتربة يعني خاصة بالخيول، وحلبة أخرى مغطاة يعني المانيج اللي تفوق المساحة ديال 3000 متر مربع، بالإضافة إلى حلبات دائرية ذاتية التشغيل كانت تحكموا في الإيقاع وفي الوقت من أجل إعداد الخيول للمباريات ومن أجل الحصول على نتائج جيدة. وأود يعني الإشارة بأن قسم شرطة الخيال كينفرد بتجهيز يعني حلبة دائرية بقطر 18 متر، حلبة مغطاة مجهزة من أجل يعني إعداد الخيول وإعداد يعني هذا الإعداد اللي كيمكننا باش نحصلوا على نتائج إيجابية وكيمكننا باش نطوروا هذا شرطة الخيالة. هاد البنية التحتية كترافقها يعني معدات لنقل الخيول، هاد المعدات اللي كتوفر لنا نقل الخيول في ظروف مريحة وظروف سريعة وظروف كتستجب للمعايير المعمولة في هذا الميدان لنقل الخيول بسلامة وبسرعة يعني بسرعة المطلوبة، بالإضافة إلى يعني إعداد ورشات متنقلة للحدادة ورشات متنقلة لنقل السروج، وهذا الشيء كتنفرد به المدرسة واللي حصريا ولأول مرة تم يعني إعداد هذا النوع من الورشات المتحركة، بالإضافة إلى مسحة بيطرية يعني متحركة كتمكننا باش ندخلو وباش نقوموا بالإسعافات الأولية للخيول عند الحاجة، بالإضافة إلى وسائل نقل يعني كتمكننا من نقل عدد كبير من الخيول، عدد يعني يفوق 10 الخيول في يعني مجموعة واحدة. هاد الوسائل كلها وهاد البنية التحتية هي اللي كتمكننا باش نحصلوا على النتائج الطيبة. شكرا على الاستضافة وشكرا على الزيارة اللي شرفتوا بنا، وشكرا كذلك على الثقة ديالكم في الأمن الوطني والتقرب من أجل معرفة مجموعة ديال التخصصات اللي كيتميز بها الإدارة العامة. كيف كيكون عندنا رجل أمر كيكون عنده مثلا تخصص ديال الخيالات، تخصص ديال المطار، تخصص ديال المجموعة ديال التخصصات، دونك حنا غنحاول نهضروا اليوم على التخصص ديال لا مارشالوغي. هذا التخصص واحد الفرع اللي هو كي تهتم به كذلك الاداره العامه، والدور ديالو هو العنايه بالحوافر ديال 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 الفرس، نظرا للاهميه اللي تيلعبها الدور في حياه الانسان. فمنذ العصور القديمه كان الدور ديال الفرس حاضر دائما، سواء في حروب، سواء في تجارة، سواء في منافسات كذلك، سواء القفز على الحواجز، كذلك الدريساج، كذلك لونديرونس، كذلك القيام بجولات بالغابة إلى غير ذلك. لهذا كان من الضروري ومن اللازم العناية بالحافر ديال الحصان. كما كتعرفوا أن العضو الحساس اللي كان في الفرس هو الحافر. هذا الحافر كيطلب واحد العنايه مهمه وضروريه، وخاص من اللازم يهتم بها اي شخص لكي يقتني شي فرس. كما كيقول المثل بات بي بات شوفال، يعني الا ما كانش عندنا الرجل ما تيمكنش يكون عندنا العود. كما بغى يكون لا فورم ديال العود ضروري تخص الرجل تكون عندها واحد العنايه، لان حتى هي صان عضو تو حي كيتنفس، حتى هو خصو تهتم به يوميا عنايه يوميه كما حنا كنهتموا بالذات ديالنا، ضروري خاص ديك الرجل تهتم بها. دونك العود عنده الرجل اللي هي كتقسم على دو بارتي، فواحد بارتي مور وبارتي فيم، يعني واحد جزء ميت وجزء حي. حنا الجزء الميت هو اللي كنحاولوا نخدموا فيه، علاش؟ باش ما كيحاولش كيتقصح العود. الا قصنا ليه البارتي فيفون تيتقصح العود، وبالتالي غيولي العود اور سيرفيس، يعني ما كيولي انديسبونيبل، ما يمكنش يقوم بالدور المانوط به. كما بغيت تشوفوا ان الرجل كيفاش كنحاولوا كنعتنوا بها، كنحاولوا نركبوا لها الحدوات. كما كانت هذه الحدوات منذ القدم
كان في عهد الرومان، كانت في القرن 13 وكذا القرون اللي مرت، السادس الثامن الى حدود 13 كانوا كيحاولوا كيركبوا العود، واحد السفاحه اللي كيسموها ايبو سوندال، الغايه ديالها مصنوعه من الفير، الغايه ديالها هو باش كيديروا ان بروتيكسيون لبي باش ما تاندوماجاش رجل، بحال حنا دابا كنلبسوا مثلا واحد الصباط، علاش باش ما الرجل ديالنا ما يدار على الشوكه، لازم كذلك العود كاينه كيتمشى في الداس كيضرب حتى هو الحديد، خاصو ضروري نقولوا له بحال الحمايه ونعطوه لاغريز ديالو. العاد 13 الى حدود 17 18 في اطار نفس العنايه بالحدوى تم اختراع واحد الصفيحه، تم التفكير في واحد الصفيحه من طرف واحد الشخص اللي هو سميتو مارشال، كيتواجد في فرنسا، شخصيه مهمه هي اللي عطات واحد الدور مهم وعنايه بالنسبه لخصوص هذا الفرس، حيث تم تدوير صفيحه وتم تركيبها للفرس، ومن ذلك تنافست بتطوير العلم والتكنولوجيا، توصلوا الى حدود الساعه الى اختراع وصناعه مجموعه من الحدوات، سواء مصنوعه من الاوناسي من الحديد وتبقى مصنوعه من الالومنيوم، الغايه كلها هو الحفاظ على قوائم الفرس حتى يقوم بالدور المانور به، باش يبقى مرتاح حتى هو، حتى يبقى في الحركه ديالو يتمشى مزيان. هذا علاش هذا الاهتمام كامل، لان العود ولا كيقوم بواحد الدور اللي تقريبا ما كانش كيدور يقوم به في العصور القديمه، حيث انه اصبح كيتمشى في الدس، يتمشى في الداس، يشارك في القفز على الحواجز، في الدريساس، يعني العود ولا اصبح عنده واحد الاهميه اللي هي كبيره، اذا كان من الواجب ومن اللازم الاهتمام بهذا الحصان. يمكن لكم نشرح لكم هذا هما هذاك مثلا ماريشالوغي دان اتولي موبيل، يعني لا ماريشالوغي تقسم على جوج، فيها ماريشالوغي اتولي فيكس اللي هو تيكون موبيل بني، تكون في هذا هو المطر اللي كتشوفوا، غير هذا تيكون موبيل متنقل اللي يمكن لكم ديبلاصو من مكان الى مكان باش تقوموا بتصفيح الخيول في عين مكان، يعني كنمشيو على الحصان فين مكان كنمشيو باش كنقربوا، اذا كنقربوا من يعني الخدمات كنقربوها الحصان نظرا للاهميه. كما كتشوفوا هنا عندنا فوراغاز، هذا فرن غازي كيستعمل بالبيطان، تندخلوا له السفاحه باش كتحاول كتسخن تقريبا واحد الدوغري ديال ما بين 1000 و 1300 دوغري سيلسيو، كتسخن باش كنحط كندريسيوها باش كناخذوا لا فورم ديال لو فير بارابور لو بي، يعني كنحاول كنشكلوا السفاحه على العبار ديال سميتي، ماشي الرجل على السفاحه، كنحاول نكونوا الصفيحه على الرجل، بالتالي كنبورتوها اشو تندوكو مسمار كنفينيو وتنتفيو، كنجيبو هنا واحد لاباري بونسوز باش كنحاولوا نديرو هاد الشونفران، هاد الشونفران ديال واحد الشونفران، كنحاولوا نبروتوجيو افيك دي كلو سبيسيو، كنلصقها وكنحاولوا نعاودي نحاول نديرو ان ليسي كنديرو افون لو فيراج اي ابخي لو فيراج باش كنشوفوا واش المسمار قاص لي شي بارتي فيفون ديالو ولا، حيت كما قلت لك سابقا ان حنا كنحاول كنخدموا في لابارتي مور ديال لو بي، سينو العود غيولي انديسبونيبل. قلتي كنقسموا الرجل على اربعه، كنقسموا على جوج، يعني بارتي فيفون هي بارتي مور، كنخدموا ديما على البارتي مور باش العود ما كتقصه. هذا هو الماتر اللي كتشوفوا فيه هنا، هذه تيكون سيرفونس، هذه هنا كوطو، هذا اراش كلو، هنا دي بورجوا دي بوا، هذه هنايا المايو شون نيلو، هذه لا غينيت ان اس باش كدير لنا، هذا اكس، هذا باش كنحاولوا كنشوفوا الرجل الا كان عطاه شي الم كنتيستو، نحاولوا كنتيستو الرجل، هذه بانس اكسبلوراتريس، هذا العرب، هذه العرب باش كنحاولوا نصير فاس ولا فاس بلونتير ديال لو بي، ديال باش كنقلموا الاظافر، لان شنو هي لا ماريشالوغي هي تقليم اظافر حتى باش يكون الرجل بيان ايكيليبري تكون متوازنه، لان العود الا ما صفحناش في واحد لا ديري ديال سات سومين يعني ديال شهر ولا 40 يوم، العود حتى في لا مارج ديالو ما تيبقاش نورمال، كيولي تيعتر تيولي تيطيح تيولي، يعني خاصكم على شحال ديال المده عندنا ما بين شهر و 40 يوم على حسب لا ناتير ديال الطرافي ديال العود، يعني شنو هو العود الاختصاص ديالو، شنو الخدمه ديالو، واش عاود تيخدم بزاف، واش العود باقي جون، العود اجي كبير، يعني على حسب لاليمونطاسيون ديالو، يعني هادو هما العوامل اللي كتدخلوا لنا في واش كاين الصيف ولا كاين الشتاء، هما كيدخلوا لنا في التبديل في الطريقه ديال تصفيح الخيول.
يعني المده هي اللي كتحكم واش عاود كيخدم بزاف ولا ما كيخدم بزاف. دونك هذه العوامل اللي كتخلينا حنا باش كنحاول نحدوا المده ديال تصفيح الخيول. وكل شهر تقريبا كيتزاد 1 سنتيم في الطفر، 1 سنتيم خصو يتحيد كل شاك مو كنحيدوا 1 سنتيم كنردوا الصفيحه كانت قديمه كنحاول كنزيدوا كنديروا جديده انسي دو سويت. كون يكون عندنا واحد الكيي كنحاول كنسجلوا فيه المعطيات ديال النهار اللي قمنا به العمليه ديال تصفيح الخيل، الساعه العين الساعه والنهار كندوز واحد شاك سومي كنديروا ان روفي باش كتراقب العود، حين العود كيبغي واحد العنايه اسبوعيه ويوميه ولحظيه، يعني دائما العود خصو يكون تحت المراقبه، يعني في اي لحظه انه هو حيوان ما تيهضرش، في اي لحظه ممكن يطرا له شي مشكل في رجله خاصك ضروري تراقبو. كذلك كيكون بالمساعده ديال الفيتيرينير وديال الناس اللي كافالي كذلك اللي هما عندهم واحد تيكون عند تقارب اكثر منا حنا، لان يوميا هما تيكونوا كيركبوا عليه.